السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم بالأولياء وتلاميذ سواء. نلتقي مع اختبار أو امتحان جديد كما كنت تشوفوا سوجي دو بو ريفيزيون، مراجعة إذا للامتحانات إن شاء الله اللي راه على الأبواب، وللامتحان النهائي طبعا لمستوى السنة الخامسة ابتدائي. إذا هذه النصوص في التي تتعلق بالفصل الثالث، يعني حول النصوص الوصفية أو لي تكست بريسكريبتيف. إذا كونسيل دان بير سون فيس، نصائح أب لابنه. سوا بلوز اتونتيف كون تو مارش دون لا رو، إذا كن حذرا لما تمشي في الطريق الشارع. لا اوسي ليا دو ديفوار، هنا أيضا يوجد واجبات، يعني أو عليك واجبات. Pense-y chaque fois que tu rencontres un vieillard. فكر فيهم، يعني في هذه الواجبات، كلما التقيت بشيخ. Une femme ayant un enfant dans les bras. أو امرأة تحمل طفلا في ذراعها. Un homme courbé sous une charge. أو رجل يحمل أثقال على ظهره، يعني منحني. courbé معناتها منحني من ثقل الذي يحمله. Nous devons respecter la vieillesse. يجب علينا احترام الشيخوخة. La misère, الفقر. لامور ماتيرنيل، حب الام لاولادها، يعني يجب نحترموا هاد الاشياء الثلاثه، الشيخوخه والفقر، ولما الحب تاع الام، الحب الاموي الاموي. سيس دو بارلي اي دو رير افيك تي كومبانيون كون باس ام كونفوا مورتوير. سيس دو بارلي اي دو رير، يعني توقف عن الكلام والضحك. افيك تي كومبانيون، مع اصدقائك. Quand passe un convoi mortuaire, لما يمر موكب جنائزي. Convoi موكب mortuaire جنائزي، يعني جاي من كلمة mort، يعني الموت. Regarde humainement les aveugles. انظر بإنسانية للعميان، يعني الناس الذين لا يبصرون. Humainement جاي من humain، من إنسان، يعني بطريقة إنسانية. Réponds poliment au passant qui te demande son chemin. Réponds poliment, يعني أجب بأدب، جاي من poli poliment. أجب بأدب au passant، يعني للمار الذي يسألك عن الشارع، الشارع الذي ينوي الذهاب إليه. Réponds poliment au passant qui te demande son chemin. Ne ris de personne، لا تضحك على أي أحد. Ne cours pas، لا تجري. Ne crie pas، لا تصرخ. Respecte la rue، يعني احترم الشارع. إذا النص هذا مقتطف من هذا الغران كور، يعني من هاد النصوص. إذا بريميرمون لي بيان لو تكست بوي ريبون او كيستيون، اقرأ جيدا النص ثم أجب. الكاميرا راهي تباني شوية، ثم أجب على الأسئلة. بريميرمون كومبريونسيون دو ليكري، فهم النص. كومبليت لو تابو سويفون، املا الجدول التالي. اذا الجدول كما تشوفوا فيه كي بارل، من يتكلم. اكي لمن، دو كوا، على ماذا. اذا كي بارل هنايا، كي بارل هنايا سي لو بير، باسكو سي لو بير كي دون لي كونساي. اذا لو بير اكي لمن، اذا كما في العنوان ا سون فيس. اذا سون فيس اكي ا سون فيس. De quoi à la main d'un conseil, la salle d'un conseil dans la rue sur les conseils dans la rue. La salle est yani chère dans la rue ou le wajibat. Répond par vrai ou faux. Ajib bissah al khata. Le père s'adresse à sa fille. يعني الأب يتوجه بالكلام إلى ابنته. نعم. À son fils. إذا فو. وليس ابنته، لابنه. Il apprend à son enfant les bonnes manières. إنه يعلم ابنه السلوكات الحسنة. نعم. إنه يوصيه كيف يجب عليه أن يتصرف في الشارع. إذا يعطيه نصائح. إذا نعم. vrai. Le père conseille à son enfant d'être fort. الأب ينصح ابنه كي يكون قويا. لا، إنه ينصحه كي يكون محترما لبقا إنساني. إذا ليس لكي يكون قويا، إذا هنا فو. Il faut répondre avec respect aux passants. يجب الرد باحترام على المار. نعم،
بيسكو هنايا قال لك يعني لا باسون ريبون بوليمون، اجب بادب. بوليمون يعني ادب، يعني باحترام. اذا نقول فري، ريسبي معناتها احترام، دونك فري. كو فو دير لا اوسي، ريكوبي لا بون ريبونس. ماذا نقصد بهذه العباره لا اوسي؟ راهي هنايا لا اوسي. اذا نعطيكم ثلاثه على الاقتراحات. لا اوسي نقصد بها دون لا كور، في الساحه، دون لا ميزون، في البيت، دون لا رو. اذا هنا راه يتكلم على الشارع كيف يجب ان يكون، كيف ما هي واجباته في الشارع نحو الناس. اذا هنا راه يتكلم على دون لا رو، يعني في الشارع. كو رومبلاس لو برونون سوليني، ماذا يعوض الضمير المسطر؟ اذا ها هو الضمير المسطر في النص. ريبون بوليمون او باسون كي تو دوموند، تو هنا على من تعود. اذا اجب بادب للمار الذي يسالك، كا. اذا كا هنا تعود على الولد، تو معناتها كا بالعربيه. اذا هنا عطاوك ثلاثه تاع الحلول تاع الاقتراحات، عطاوك لو باسون المار، لونفون الولد، لو بير. اذا هنا الاب راه ينصح في ولده انه يجب عليه ان يرد باحترام على هذا. اذا تو هنايا تعود على الولد الذي سيساله المار عن الشارع، اذا لونفون. قلنا في التكست ان ادفيرب دو مانيير استخرج من النص ظرف ظرف الحاله، ظرف الحاله. اذا مثلا هنا غوغار اومانومون، اومانومون التي تنتهي بالام او ان تي، استخرجناها من الصفه اومان. نقولوا سيت اوم اي تومان، يعني انه انساني. اومانومون منها استخرجت ضفنا لو سوفيكس ام او ان تي مون حتى رجعت ان ادفيرب دو مانيير. كاين هادي اومانومون، وكاين هادي ايضا بوليمون، استخرجناها من بولي. اذا نكتبوا مثلا عندنا بوليمون بادب يعني، وعندنا اومانومون، ايمان humainement. Sixièmement, réécrire le verbe souligné à la deuxième personne du pluriel. Pluriel, il y a deuxième personne derrière vous. Sois plus attentif quand tu marches dans la rue. Sois un arrive l'impératif. Il y a un qui tu fais un verbe, mais c'est pas le sujet. Il y a un impératif. Sois, بالنسبة le tu. بالنسبة le vous, soyez. On a un soyez plus attentif, d'un plus attentif. D'un, le mekan wahda, attentif, c'est un adjectif, il s'accorde avec le sujet. راه في السنغولين في المفرد لما يكونوا جماعه اتونتيف نزيدوا لها الاس، يعني يكونوا حذرين وليس يكونوا حذر. كون tu marches dans la rue يعني tu، هنا ترجع vous. quand vous marchez dans la rue. Complète. Complète. Un homme courbé sous une charge. رجل منحني تحت أثقال. دي نبداوها بالدي. أن رجعة دي يعني دي زون، نرجعوها في البلوريال في الجمع. إذا دي زون نزيدو لو إس تاع البلوريال. كوربي صفة قد تتوافق مع الكلمة الموصوفة، يعني حتى هي راح ترجع في البلوريال يعني في الجمع، وعلامة الجمع في راسية يعني نضيفو الاس. إذا كوبي زيدو لو اس تاع البلوريال. سوز اون شارج لا تتغير. إذا هادو هما الحلول، تقدروا تصوروهم كابتور ديكرون باغ اكزومبل، تخلوا ولادكم أولا يحلوا في ورقة خارجية، يكتبوا الما يعني رقموا الإجابات تاعهم ثم يقارنوها مع الأجوبة. برودكسيون إكريت قال لك لو ميتر تو دون دي كونساي سور تي دوفوار ا ليكول. لو ميتر تو دون، المعلم يعطيك دي كونساي يعني نصائح، سور تي دوفوار ا ليكول على واجباتك في المدرسة، بين قوسين لا كور إلى كلاس يعني الساحة والقسم. إذا ما هي هذه النصائح؟ tu les as bien retenu يعني احتفظت بهم جيدا. maintenant والآن rédige 4 conseils، اكتب 4 نصائح. n'oublie pas de، لا تنسى. emploie l'impératif présent، استعمل الأمر. utilise la forme négative يعني استعمل أيضا صيغة النفي. mais un tiré devant chaque conseil، ضع خط صغير، شرطة صغيرة تحت كل أمام كل نصيحة. إذا حضرت لكم اختصارا للوقت، حضرت لكم مجموعة من النصائح وليس فقط أربعة، لكن هما لما يطلبوكم أربعة
اكتبوا 4. انا كتبت لكم اكثر من 4 يعني كافكار نساعدكم بها تحتفظوا باللي تحبوها باللي تجيكم اسهل باللي تدربوا عليها اكثر. اذا ها هي لا باش ما نطولوش. اذا الاولى سوا برودون تقدروا تستعينوا من النص. اذا تكتبوها مثلا سوا بلوز اتونتيف هنايا تقدروا تكتبوا اذا بلاس اتونتيف برودون مثلا. لا عفوا عفوا لسه هادي حضرت واحده اخرى بلاس. اذا شوفوا اولا نيكري با سور لي طابل اي سور لي مور لا تكتب على الطاولات ولا على الجدران. Ne joue pas et ne bavarde pas dans la classe. لا تلعب ولا تثرثر في القسم. Ne casse pas les chaises et les tables. لا تكسر الكراسي والطاولات. Respecte le maître بين قوسين maîtresse يعني أو المعلمة et tes camarades. احترم المعلم وأصدقاء زملائك وأصدقائك. Sois toujours à l'heure. كن دائما في الوقت يعني ما تتأخرش عن المدرسة. Étudie sérieusement pour réussir. Odros bijidia kay tanja. Ne cours pas dans la cour. Ne cours pas dans la cour. La tajri fi lsaha. Ne pousse pas tes camarades. La tadfa asdiqa'ak. Ne crie pas. La tasrukh. Ne jette pas les papiers et les ordures sur terre. لا ترمي الاوراق والقاذورات الاوساخ على الارض. اذا هذه افكار حبيت يعني نساعدكم بها مجموعة من البصايا يعني تقدروا تستعينوا فيها في نصوص أخرى مثلا واجبتك في القسم أحيانا يطلبوا فقط القسم أو مثلا في الساحة أو في المدرسة. إذا هذه نصائح مليحة حطيتها بين يديكم ساعدتكم بها كأفكار يعني باش تتعودوا عليها وتدربوا عليها وديروها لهم إملاء كي يعني يتعلموا الكتابة يعني لورثوغراف بدون أخطاء. وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. إذا هاي ليك تقدروا تصوروها وأقول لكم بالتوفيق. تقدروا توقفوا الفيديو وتصوروا لأن حتى بالنسبة لل أولا تقرأوا النص جيدا يقرأوه ثم يجيبوا على الاسئله قلت لهم في ورقه خارجيه يعني باش يدربوا خلوهم يعني يخدموا وحدهم من فضلكم يخدموا وحدهم اولا في ورقه يعني كل سؤال رقم واحد مثلا يكتب الاجابات فقط يختار فقط على الاجابات ثم شغلوا لهم الفيديو كي يعني يسمعوا هذا الشرح والاجابات يقارنوها مع اجاباتهم. انا ما اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله والاجتهاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.